FM. الكلمة ليك. هي معناها بارادوكسالمون هي التشخيص يجي قبل باش تعرف الدواء لازمك تعمل التشخيص السليم. الإشكالية في تونس أنه الأمر معكوس، التشخيص واضح، المشكلة مش في التشخيص، الناس الكل تعرف الوضعية. ما يتطرحش سؤال شنو وضعيتنا حاليا، وضعية صعبة. ونحن وقت اللي في الفاصل حكينا، أنا قلت لك أنه لو الأحزاب السياسية اللي تدعم الحكومة واللي خارج السلطة تجتمع وما تحكي كان في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تو تخرج بخلاصات سياسية. يوحد الاقتصاد، يوحد شيء طبيعي، يوحد لأنه ما فيش اجتهادات، الاقتصاد ما فيش ايديولوجيا. وحتى تو فلكم نحكيوا على الليبرالية كلام ماش عنده حتى معنى. تو الجانب الاجتماعي ما نجم حتى حد ينكره، تدخل الدولة بشكل من أشكال ما نجم حتى حد ينكره. ولو تشوف في العالم الاقتصاديات الناجحة تو تلقى اللي البارح في الأيام كان أحمر والآخر البارح في الأيام كان ليبرالي، تغير تغير. والصين لو تطبق عليها المقولات الاقتصادية والإيديولوجية لو تلقى ما حد شيء لجات العالمين على اليسار ولكنها ناجح. السؤال اللي ما تروح علينا حاليا، كيفاش نخليه البلاد جوفرنابل؟ المعارضة إذا كانت تعتبر أن دورها فقط دور المعارضة في الظروف العادية، في الأخر حتى لو تربح الانتخابات الفاسر تروفي دفون إن سيتواسيون تبي انجيرابل انجيرابل. الكلمة ليك.